إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. يا أستاذ فؤاد، كلمتين وبس كانوا أجمل كلام، كانوا الكلمتين بيأثروا في الناس. النهاردة الناس محتاجة كلام كتير، كلام يغير حاجات كتير، حاجات كتير قوي يا أستاذ فؤاد. في ناس بتخطط لحياتها، وفي ناس طيار الحياة هو اللي بيجرفها زي الموج. زي الموج ما بيجرف معاه ورقة، الورقة ملهاش إرادة، مش هتقاوم الموج، الورقة هتسيب نفسها للبحر. في ناس كده سايبين نفسهم للدنيا، تشيلهم وتحطهم، توديهم يمين أو تجيبهم شمال. هم ناس من غير إرادة. معاك يا أستاذ، بس هم من غير إرادة، بس هم كمان من غير عقل. هم مش عارفين إن السبهللة وانعدام الإرادة دي مشكلة كبيرة. المشكلة دي بتكون سبب في مشاكل أكبر. زي إيه؟ خد الجواز مثلا. الجواز مسؤولية، ومحتاج لمصاريف، محتاج لسكن وأكل ودواء وصرف على الأطفال. في ناس بتبص للجواز على إنه مسؤولية صعبة، وعشان كده مترددين يتجوزوا ولا لأ، أو مش قادرين يتجوزوا. في ناس شايفة إن الجواز مسألة سهلة ومش محتاجة لتخطيط ولا محتاجة الميزانية، دول بيتجوزوا على طول. هم دول بقى اللي بيلبسوا في الحيطة يا أستاذ، ودول أنا شفت منهم كتير يتجوزوا ويبدأوا حياتهم بالديون والأقساط، ولما ما يقدروش يسددوا يرجعوا يستلفوا أو يطلبوا مساعدات من الناس. والغريبة مهما نصحتهم يا أستاذ لا بيبطلوا جواز مرة واتنين وتلاتة، ولا بيبطلوا خلفة عيال بالكوم. الست بتحمل وتولد، بعد سنة، بعد 10 سنين تكون جابت 10، مات منهم 3 وفاضل 7. السبعة دول محتاجين مصاريف. الأب كان عامل ووفروه، كان بيقبض كل شهر، ما عادش بيقبض حاجة، صرف مكافئته واستلف، محدش راضي يسلفه لأنه ما دفعش القديم. أولاده اللي في المدرسة بطلوا دروس خصوصية، ابتدوا يسقطوا، سابوا المدرسة ودوروا على شغل. مفيش شغل لعامل غير ماهر، يعمل إيه الأب عشان يهرب من المآزق والمشاكل؟ يعمل إيه؟ يبيع شقته، ويبيع عفش بيته، ويبيع صيغة مراته. خلاص أبواب الأمل اتسدت في وشه، راح طفشان، راح بلد تانية محدش يعرفه فيها، وهجر أسرته وهجر ولاده. مين اللي دفع تمن تهور الأب وعدم تخطيطه لحياته؟ للأسف أكيد مراته وولاده. اللي هيدفع التمن هو الأطفال، منهم ناس انحرفوا ومنهم ناس عايشين في عذاب. تقول لي الواحد من دول انت ليه مش بتخطط لحياتك؟ هيقول لك خليها على الله. هي على الله فعلا، لكن ده مش معناه انك ما تاخدش بالاسباب. عشان تربي طفل محتاج لامكانيات، عشان تربي 2 محتاج لامكانيات اكتر، وهكذا. مش مفروض الناس تخلف وترمي، ترمي ولادها في الشارع، لا، ده عمل غير انساني. بيحصل للاسف والله يا استاذ. الجهل وقلة الوعي والعشوائية بيعملوا اكتر من كده، وفي الاخر يرجعوا يندموا. لكن بعد ايه؟ بعد ما تكون الطوبة وقعت في المعطوبة وخلاص ما بقاش ينفع الندم، مش كده؟ ولا نقول كمان كلمتين وبس. فؤاد المهندس، عمرو الليفي، أحمد بهجت، محمد الشبه، تامر حسني.